السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عايز ارسم حائط، تقدر تيجي هنا تقول له انا عايز ارسم مثلا فيرتيكال او عايز ارسم ارك او كده، طب هقول له فيرتيكال، وبعد كده انا عايز اختار بقى خصائص الحائط، فهدخل هنا. فدي الماتيريال لاير اللي موجودة عن الحاجة اللي الحائط بيتكون منها. بيقول مثلا حائط، في حائط اهوت بيتكون من الحائط بالشكل دوت، في فينيشن عادي وفي فينيشن عادي وهكذا. فممكن اختار اي واحد فيهم وادوس عليه دبل كليك، او لو انا عايز اعدل فيه ممكن اجي هنا واقول له كاستمز، فبيبدأ بيجيب لي الحائط نفسه مكون من مثلا بلاستر اللي هو دوت وكونكريت وبلاستر تاني. فتقدر تيجي هنا تقول له edit، وتقدر هنا تيجي تدوس على واحد فيهم، هتلاقي المعلومات بتاعته موجودة هنا والسمك بتاعه كام، وتقدر تضيف layer قبليه او layer بعديه زي ما انت عايز، تقدر تعدل فيه، تقدر تغير فيه زي ما انت عايز، تقدر تخليه اتنيل لقدام او اتنيل لورا زي ما انت عايز. ولما تخلص تقول له فينيش، وبعد كده هقول له كونفيرم وكلوز، وبعد كده دي الشاشه بتاعت ماتيريال لاير. فانا هقول له انا عايز افتح الشاشه بتاعت الجراوند، فيرجع للجراوند وابدا ارسم الحيطه اللي انا اخترتها او عملت لها كاستمايز. طيب هتلاقي ادوات كتيرة جدا لو انت عايز ترسم اي حاجة، يعني مثلا جميع عناصر الشقة اللي انت عايزها هتلاقيها موجودة هنا. ممكن تقول مثلا عايز ارسم نوع معين من الوول، عايز ارسم دور مثلا، فتبدأ يديك الدور. تقدر برضه تيجي هنا وتختار الخصائص اللي انت عايزها، عايز تضيف مثلا تعمل انفيرت ليها او ريسايد او ريفيل او تدسل ليها ارتفاع الارض. بيجيب لك بقى المكتبه اللي انت عايزها، فانت تختار اللي انت عايزه. ولو انت عايز تعمل اديت لاي حاجه بتدوس عليها مرتين تفتح لك التعديل، تقدر تختار الخصائص الحاجه اللي انت عايزها. تقدر تضيف الباب بالشكل دوت بسكيب، هقدر اعلم على الباب واغير الخصائص بتاعته في اي وقت. تقدر تعدل على الباب بالشكل دوت، نقدر نضيف بعض مثلا، ممكن نضيف مركبة مثلا او عربية او اي حاجة من الحاجات ديت. فتبدأ تيجي هنا وتختار العربية اللي انت عايزها، وليكن مثلا العربية ديت، تقدر تشوف الشغل بتاعك في 3D في اي وقت. طبعا تقدر تغير الخصائص بتاعته، اللون بتاعها، الماتيريال زي ما انت عايز. انا هختار لها مسار، مفيش طيب ممكن نقول له مثلا حمدي عايزين دي شخص معين، في عنده مكتبة حلوة برضو من الأشخاص. أنا هقول له أضيف، أهو. طيب خلينا نشوف 3D. تبقى حاجة بالشكل دوت.
طيب انا هرجع دلوقتي للجراوند وهرجع هنا للسيارة ديت واقول له اكسها لي اهوت. طيب وهاجي هنا على الشخص دوت واقول له الانيميشن بتاعه خلي فيه زي ووك، تمام، وتبدأ تغير المسار ده زي ما انت عايز. وكذلك الشخص دوت هقول له انا عايز الانيميشن، ممكن تخليه يتكلم في التليفون، توكينج، رانينج، طيب نرجع بقى لل 3D. بالتالي السيارة المفروض تتقلب برضه. ايوه كده مظبوط. طيب خلينا بقى نروح هنا للريال تايم وهقول له ان انا عايز اشوف الشغل ده في الريال تايم. اي السيارة هي مشيت والراجل هو بيجري والتاني بيمشي، وحاجة جميلة جدا يعني. زائد ان انت تقدر تتحكم في الشادو والشمس زي ما تحب.